مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بكم الى برنامج الشوط الثالث الذي يلقي الضوء على ابرز قضيه في الاسبوع. نرحب بمحل القنوات بي ان سبورتس الكابتن هشام الغبران معنا. مرحبا يا يوسف، حياك الله. نرحب كذلك باشرف بن عياد مراسل قنوات بي ان سبورتس في برشلونه. اشرف اهلا بك، مساء الخير بعد لك بعد قليل كذلك الكابتن هشام الغبران اهلا بك. نناقش مشاهدينا في عدد هذا الاسبوع بعد نجاح حملة جمع التوقيعات بحشد ثقة عن مجلس إدارة نادي برشلونة، هل يسقط بارتوميو أم يلجأ لخياره؟ أكد جوردي فاري رئيس حملة جمع توقيعات لحشد ثقة عن مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة y preparar todo el tema jurídico. Al final, esto de que se han comprado firmas, al final nadie se responsabiliza de estas graves acusaciones. Creo que tenemos un proyecto deportivo tan bonito que lo va a hacer. جبران بإجابة على السؤال الذي طرحناه في بداية البرنامج، وهو هل أنت متيقن كابتن بأنه بعد نجاح حملة جمع التوقيعات لحشد الثقة عن مجلس إدارة نادي برشلونة، هل يسقط بارتوميو أم يلجأ لخيار انتخابات مبكرة؟ يجب أن نعلم أن النتيجة والنجاح لا تقاس إلا بتخطي الأزمات، وبارتوميو الآن في ورطة حقيقية بين حشد الثقة، والآن هو يريد كل ما يتمنى هو تعطيل إلى وقت آخر، وهذا ما يريده. لا يريد أن يخرج من باب صغير ويكون أول رئيس في التاريخ الذي صراحة يقال من منصبه. فالضغط كل يوم كبير جدا على بارتوميو، وليس له إلا إما الاستسلام أو الاستقالة. تقديرك أنت، هل هو سيستسلم سيستقيل أم أنه سيصمد إلى الانتخاب مبكر؟ من الصعب يصمد في هذه الظروف. التيار يبدو أقوى منه، وبالتالي حتى الأصوات التي اعتبرت أقل. أشرف، صحيح هناك الكثير من التعقيدات خلال الأيام المقبلة، ستتضح الكثير من الأمور والتعقيدات الموجودة كما قالها أشرف، ولكن في الواقع الآن ولا رئيس من رؤساء السابقين لبرشلونة تعرض لما تعرض له جوزيف ماريا بارتوميو. هناك الإحصاءات تقول مثلا برشلونة وفريق كاتالونيا عاش هذه الأزمات قبل مع نونيز في 1998 ومع لابورتا في 2008، كان على وشك أن يدخل في الاستفتاء، ولكن في الأخير أكمل أمامه. ولكن من أفاد الكأس لأن التراكم الأخطاء والمشاكل الإدارية التي دفعت المنخرطين الآن، لأن بعد الهزيمة الثقيلة بثمانية أهداف مقابل اثنين إلى عفنا الآن تعاقدات الفريق الآن في أنها قد تصل إلى 200 مليون المشكل الكبير. هم كانوا ثلاث نقاط الذين فعلا افادوا الكاس لاتخاذ القرار لنهايه حقبه بارتوميو وبدايه مشروع كما طلب دائما ميسي، وهذا ما دفع الكل ان تعب والمنخرطين وصلوا الى وقت لان لا محل الا لنهايه حقبه بارتوميو، لا لان الان تراكم المشاكل هي اللي دفعت هذه الازمه، ولكن ازمه كبيره والدليل على اكثر من 20,000 تقريبا الان من المنخرطين، وتنعرفوا احنا 66.6 اذا وصل فلا محاله لبارتوميا الا الخروج من برشلونه. اشرف، ما جاء في حديث جوردي فاري وهو بعد الفاصل سنواصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا برنامج الشوط الثالث. واصل الحديث في قضيه امكانيه حشد ثقه على رئيس إدارة برشلونة. يبدو أنها لن تسلم بسهولة، رفعت شكوى للسلطات في إسبانيا في إقليم كاتالونيا تحديدا ضد تزوير، وهذه كلمة لها وزن كبير في أوروبا وفي إسبانيا، تزوير 300 صوت. بالتالي هذا يبين بأنه الإدارة هي متمسكة بكل خيط قد يلقيها على الأقل إلى انتخابات مارس المقبل.
كما قلت قبل بين بارتوميو وبين المطرقة والزنار صراحة هو في حيرة في نفسه، ولكن الأمور تميل ضد أفكاره وضد مبتغاه وضد أهدافه، ولكن ليس من المسألة هروب. الآن كما قلت يا إما استقامة يا إما استقالة أم الاستسلام. هو لا يريد، هو كما قلت قبل يريد أن يكمل عقده إلى حين شهر مارس ويدخل الانتخابات، ولكن الضغط مع المنخرطين الآن، فهو الآن لا في مصلحته ولا في مصلحة النادي، ويريد الابتعاد من جديد. على كل حال طبيعة إدارة الأندية والمؤسسات بشكل عام لا تحب الفراغ وطبات كثيرة.